لسه حاليا باذن الله دي هتكون اول قافله باذن الله. تقريبا في اتفاقيات لفتح المعبر والعبور باذن الله بالقافله. متوقع ان باذن الله هيكون في قافله ثانيه وثالثه. فاحنا لسه بنحاول نجمع تبرعات اكتر علشان نكون جاهزين في اي وقت ان احنا نقدر نتحرك تاني. الدنيا هناك محتاجة جدا وتقريبا عندهم ناقص كل حاجة. فأي تبرعات نقدية او عينية حتى التبرعات بالدم محتاجينها جدا.